أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير. وأكدت اللجنة استمرار متابعة البنك المركزي للمستجدات المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني والتطورات الاقتصادية العالمية وتوجهات البنوك المركزية في ظل انخفاض حدة الضغوط التضخمية العالمية من جهة وحالة عدم اليقين نتيجة لتطورات الجيوسياسية في المنطقة من جهة أخرى. اطلعت لجنة السياحة والآثار النيابية على مشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس، وأكد رئيس اللجنة النائب مجد اليعقوب أن زيارات اللجنة الميدانية للمواقع السياحية والأثرية تأتي ضمن خطتها للنهوض بالواقع السياحي في الأردن وإحداث نقلة نوعية جادة في قطاع السياحة. من جهته قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة للمغطس سمير مراد إن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في تطوير الحج الديني فتحت الأبواب لزيارة منطقة المغطس والتمتع بجماليته نظرا لقدسيته وإدراجه في قائمة التراث العالمي اليونسكو. أطلق مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومنظمة كير الدولية نتائج دراسة حول العوائق التي تحول دون بدء المشاريع الصغيرة للنساء في الأردن وإدارتها. وأكدت الدراسة أن معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن على حالها منذ سنوات، إذ ما تزال عند 14%، وصفة قدرات النساء في الأردن وبخاصة الرياديات بأنها معطلة بسبب وجود العديد من العراقيل أمام زيادة مشاركتهن في سوق العمل. هلا التحديات اللي بتواجه السيدات، كان أول شيء تحديات اقتصادية. كان في 57% من السيدات لديهم ضعف الشمول المالي وعدم معرفتهم بالآليات الفنية للحصول على التمويل والاقتراض وما إلى ذلك. كان في عندنا 52% من السيدات من البنى التحتية غير معززة للشمول المالي، مثلا ضعف ترويج البنوك لكافة الخدمات المالية وغيرها. كمان في ضعف فاعلية المؤسسات المالية الداعمة لمشروعات النساء، وخاصة من وجهة نظر المبحوثات صندوق إقراض المرأة. كان في 61% من السيدات أشاروا إلى ضعف الأصول المالية والموارد، سواء كانت هاي الموارد موارد مادية ملموسة زي ممتلكات أو حتى إنها موارد معنوية زي الشبكات أو المعرفة أو المهارات الموجودة عندهم، بل امتد للتمكين الاقتصادي. طبعا من أهم الفئات اللي إحنا بمنظمة كير بنركز عليها هم الفتيات والنساء، الأطفال، اللاجئين، المجتمعات المهمشة والناس المعرضة للخطر، طبعا الشباب ذكورا وإناثا. طبعا من خلال هاي التداخلات بنعمل على أهمية تعزيز الكرامة الشباب والإناث وهاي الفئات المستهدفة، بنعمل على عدم التمييز بيناتهم، المساواة في تقديم الخدمات واستلام الخدمات. اللي حابب يحكي وبيحب يستجيب وحب يعبر كمان إحنا بنرحب فيه طبعاً بكل سعة صدر. وإلى عالم المال والأعمال، ومن بورصة عمان حيث بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 6 ملايين دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.4 مليون سهم نفذت من خلال 2482 عقداً. أما مشاهدينا، عن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2492، وبارتفاع بلغ 46% في المئة. وبمقارنة أسعار الإغلاقات للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 97 شركة، فقد أظهرت 38 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها و20 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها. ومشاهدينا، وإلى المعدن الأصفر، حيث ارتفعت أسعار الذهب لتصل إلى 2048 دولارا للأونصة، فيما بلغ أسعارها بالدينار الأردني كما هي متداولة في السوق المحلي كالآتي: عيار 24 48.60، أما مشاهدين عيار 21 وهو الأكثر تداولا في السوق الأردني 41.40، أما مشاهدين عيار 18 و36.90. ومشاهدين، مع أسعار الذهب ننهي نشرتنا الاقتصادية. شكرا لطيب المتابعة، عودة إلى عادل لمتابعة ما تبقى من النشرة.